سمعتم يا جماعة بالخبر؟ هو أكو واحد بيافة ما يعرف بالشي اللي يعمله بطرس؟ سبحان الله، كثير ناس آمنوا بمولانا عيسى من سمعوا بهاي الحادثة. ظل بيافة وسكن ببيت واحد اسمه سمعان الدباب بمدينة قيصرية وهي تصيغ بشمال يافا. كان ضابط بالجيش الروماني اسمه كرنليوس، وكان هذا الغجال تقي ويخاف الله هو وكل عائلته، ويتصدق على الناس المحتاجين ويصلي لله سبحانه وتعالى دائما. فغد يوم من الأيام حوالي الساعة 3 بعد الظهر غشع برؤيته ملاك يجي علينه. يا كرنليوس. ها سيدي، أنا بخدمتك. الله سبحانه وتعالى غشع صلاتك وصدقاتك ورضي عنك، وهسع ابعث خجيل اليافا واستدعي شخص اسمه بطرس، وهو موجود عند واحد اسمه سمعان الدباغ اللي بيته على البحر. يا خدام، يا خدام. نعم مولاي. تعالوا انتم والمساعد العسكري مالتي. بسرعة حتى احكي لكم على الشيء اللي رشعتونه بالراية. وهذا اللي صار، ومبار انتم اتقياء وعندي ثقة بيكم، اريدكم تروحون اليافا وتجيبون معاكم بطرس. حاضر سيدي. ثاني يوم راحوا اليافا، وهي متقربون من المدينة طلع بطرس على السطوح حتى يصلي الظهر. بهاي الأثناء جاع كثير وكان يتمنى أن يأكل، ومن كانوا يحضرون الأكل بالبيت بطرس وقع بغيبوبي وغشع السماء مفتوحة وشيء ينزل من عنده مثل قطعة قماش كبيري مدندل للأرض من أطرافها الأربعة، وكان بيها كل أنواع الحيوانات اللي تمشي واللي تزحف وطيور السماء. وسمع صوت، قوم يا بطرس، قوم اذبح وكل. لا، أنا ما أكل أي شيء حرام أو نقص، انظر هذا يخالف شريعة موسى. الشيء اللي جعله الله طاهر لا تعتبره أنت حرام أو نقص. أشنو معنى هذا؟ نفس الرؤية تكررت 3 مرات، وبعدها طلعت قطعة القماش للسماء، وبينما بطرس حيغ بمعنى الرؤية اللي غشعها وصلوا الغجيل اللي بعثم كرنليوس، فقلوا روح الله يا بطرس جو 3 غجيال يطلبوك، فقوم انزل وروح معاهم بدون تردد، انبور أنا بعثتوهم. عدكم ضيف اسمه بطرس؟ أنا هو اللي تطلبونه، تفضلوا. بعثنا الضابط كرنليوس، هو غجال صالح يتقي الله،
وكل بني يعقوب يحترمونه، وظهر له ملاك وقال له لازم يبعث عليك حتى يسمع ايش عندك كلام. خلونا نعزمكم هاي الليلة وغدا أروح معاكم. ثاني يوم غاح معاهم، وغاحوا معانه بعض الأخوة من يافا. من وصلوا القيصرية كان كرنليوس يستندغم، وعزم كل قرايبه وأصدقائه المقربين. فلما وصل بطرس للبيت طلع كرنليوس حتى يستقبله، وزاد نفسه قدام بطرس. لا 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 لا، قوم قوم، أنا مجرد إنسان. تفضل تفضل تفضل، ادخل للبيت. انبور بالبيت ناس كثير مجتمعين. يلا تفضل، خلني نفوت للبيت. اخوان، انتم كلتكم تعرفون انه ممنوع على اي واحد من بني يعقوب ان يتعامل مع الناس الاغراب او يزورهم بالبيت، لكن الله اظهر لي انه لازم ما اعتبر اي واحد منكم نقص او حرام. ولهذا السبب لما بعدتم علي جيتوا بدون اعتراض، وهسا أسألكم ليش بعثتم علي؟ أنا أقول لك، قبل 4 أيام الساعة 3 الظهر كنت أصلي بالبيت، وظهر قدامي رجال يلبس حواس تلمع، وقال لي الله رضي عنك، فبعث على بطرس بيافا واسمع كلامه، وهسا نحن كلتنا حاضرين هون قدام الله حتى نسمع كلامك. هسا تبين لي فعلا انه الله سبحانه وتعالى يعامل الجميع بالمساواة، وهو يقبل كل انسان تقي ويعمل الخير مهما تكون جنسيته. اي نعم، هاي هي الرسالة اللي بعثها لبني يعقوب حتى يعلن المصالحة مع الله بواسطة عيسى المسيح اللي هو مولى الكل. وانتم تعرفون يا اخوان كل اللي صار بمنطقة القدس ودايغ ما دايغه، وسيدنا عيسى بدأ رسالته بالجليل بعد اغتسال التوبي اللي كان يحيى بن زكريا يدعو الناس له، والله سبحانه وتعالى مسح عيسى الناصري ملك بالروح القدوس وبالقوة، وكان يتجول بكل مكان حتى يعمل الخير ويشفي كل اللي سيطر عليهم إبليس. اي نعم انبور، الله كان معانه ونحن شهود على كل اللي عملوا بالقدس وأنحاءه، وأهل القدس صلبونه وقتلونه، لكن الله سبحانه وتعالى قومه من الموت باليوم الثالث وخلانه يظهر، بس ما لكل الناس لكن للشهود اللي اختارهم الله من قبل. معنى كلامي نحن اللي أكلنا وشربنا مع المسيح بعد ما قام من الموت، وأمرنا أن نحكي لكل الناس ولعلم أنه المسيح هو اللي عينه الله حتى يكون حاكم الأحياء والأموات، وشهدوا له كل الأنبياء أنه كل إنسان يؤمن بينه غيح ينال غفران الذنوب. من كان بطرس يحكي معاهم بهذا الكلام، حل الروح القدوس على كل اللي سمعوا الرسالة، وقاموا يحكون بلغات اللخ غير لغتهم ويعظمون الله. المؤمنين من بني يعقوب اللي جوا مع بطرس اتعجبوا انبور الله سبحانه وتعالى طاع موهبة الروح القدوس للأغراب. هذا ما شاء الله. يا أخوان يا أخوان، الناس اللي هوني نالوا الروح القدوس مثلنا، فأكو واحد يمنعهم أن يغتسلوا بالماء؟ يلا يا جماعة، يلا أنتم الحاضرين اللي آمنتم اغتسلوا باسم المسيح عيسى. سمعتم يا جماعة؟ سمعتم بالخبر؟ ايه نعم، سمعنا الناس الأغراب آمنوا بالمسيح. أنا ما أعرف ليش بطرس هكذا عمل،
نحن موجودين هون بالقدس وما نفهم ايش عايصير. ايه ما نفهم ايش عايصير. لازم نحكي مع بطرس ونفتهم من عنده. من يرجع بطرس وهو غيح يشرح لنا اللي صار. يا بطرس، انت فتت عند ناس اغراب ما يتبعون شريعة موسى، وفوق هذا اكلت معاهم. طبعا ما يصير انبور هذا يتخالف مع شريعتنا. يا جماعة اسمعوني، يا جماعة خلوني اشرح لكم الامور اللي صاغت بالتفصيل وبعدين احكموا. انا كنت اصلي بمدينة يافا وبعدين وقعت بغيبوبي وخشعت رؤيا، خشعت قطعة قماش ليزدي من السهم الدندلي. وهسا قلوا لي إذا الله سبحانه وتعالى طعاهم منغوح مثلنا انبور هيم آمنوا بالسيد المسيح، فمنه أنا حتى أطيق أمنع الله سبحانه وتعالى؟ يلا جاوبوني. سبحان الله، الحمد لله على نعمة الهداية. إذن الله سبحانه وتعالى أنعم على الأغراب بالتوبة اللي تؤدي للحياة الأبدية بالجنة. اللي تشتتوا من الاضطهاد الصاغ بسبب اسطفان راحوا لبنان وقبرص وأنطاكيا في سوريا، وكانوا يبشغون بالرسالة لبني يعقوب بس، لكن قسم منهم كان أصلاً من قبرص والقيروان، ولما نجول أنطاكيا بدوا يحكون مع كل الناس حتى اللي ما من بني يعقوب وبشغوهم بالمسيح، وكانت إيد الله معاهم فآمنوا ناس كثير واهتدوا لطريق الحق. هذا الخبر وصل للمؤمنين بالقدس فبعثوا برنابا الأنطاكية، فلما وصل وغشع نعمة الله عليهم فرح وشجعهم أن يتمسكون بالله من صميم قلوبهم. برنابا راح لطرسوس يدور على شاول، فلما لقانوا جابوا الأنطاكية، والمدة سنة كاملة كان برنابا وشاول يجتمعون مع المؤمنين وعلموا ناس كثير، والأول مرة سموا التلاميذ باسم المسيحيين بأنطاكيا. بهذاك الوقت قبض الملك هيرودس على مجموعة من المؤمنين بالقدس وكان قصده أن يؤذيهم، فقتل يعقوب أخو يوحنا بالسيف. مولاي الملك هيرودس، الشعب راضي على القرار اللي اتخذته بقتل يعقوب أخو يوحنا، وهي فرحانين. بما أنه هذا الشيء يرضيهم غيح أقبض على بطرس وبأيام عيد الفطير. يا حرس قبضوا على بطرس بسرعة، نبذوا الأوامر. مولاي الملك هيرودس، اللي طلبته قبضنا علينا، هو موجود هالساعة تحت حراستنا. خلونه بالسجن وغيد يحرسونه 4 فرق، كل فرقة 4 جنود. انبور أنا قررت أن أقدم المحاكمة علنية بعد عيد الفصح.
بطرس كان تحت حراسة مشددة ومستمرة، وجماعة المؤمنين كانوا يرفعون صلوات بالدعاء لله سبحانه وتعالى من أجله. ولما كان هيرودس يغيد يقدم بطرس للمحاكمة الصبح، بهذيك الليلة كان بطرس نايم بين حراس اثنين ومربوط بزناجيل، وقدام الباب جنود يحرسون السجن. فجأة ظهر ملاك فانتلت أوضة السجن بالنور، وضغب الملاك بطرس على خاصغته حتى يقعده. قوم قوم بسرعة. ها؟ هشني هاي السلاسل والزناجيل تبفك من إيدي؟ شد حزامك والبس حذائك والبس عبايتك وتعال معاي، يلا بسرعة. فطلع بطرس وغى الملاك، وكل هذا بطرس كان يظن رؤيا وما يعرف اللي عمله الملاك هو حقيقة. فعبغ الملاك وبطرس نقطة الحراسة الأولى والثانية، والحراس ما حسوا بهذا الشيء، ووصلوا الباب الحديد اللي يغوح للمدينة، فانفتح الباب من نفسه فطلعوا منه. وبعد ما مشيوا شارع واحد فجأة اختفى الملاك، فرجع بطرس لوعيه. أنا هسه عرفت منه الله سبحانه وتعالى بعث الملاك حتى ينقذني من قبضة هيرودس ومن كل شيء كان يستنضغه عدائي. أحسن شيء أروح البيت مريم من مرقس، أمبور أكيد ألقي المؤمنين هنوكا. وصلت للبيت، خلي أدق الباب. منو على الباب؟ أنا بطرس، افتح الباب يا روضة. بطرس؟ أنت بطرس؟ يا رب استمع. يا جماعة يا جماعة بطرس واقف على الباب. لا لا أنت مجنونة. صدقوني أقلكم بطرس واقف على الباب. لا 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 أنت متوهمي، هذا خياله. افتحوا يا جماعة افتحوا الباب، أنا بطرس. خلينا نقوم نفتح الباب، يمكن حكي روضة صحيح. إيه يلا يا جماعة بسرعة خلينا نفتح الباب. اسكتوا يا جماعة اسكتوا، لا حد يحكي. يلا يلا خلينا نفوت لجوا بسرعة، فوتوا بطرس. يلا يلا بسرعة فوتوا جوا حتى يحكي لنا بطرس اشنو اللي صار. هذا اللي صار، وهسا عقيد تقولون ليعقوب أخو عيسى والباقي الأخوة بهذا الشيء، وأنا طالع وغيح الغير مكان. ولمن طلع النهار صار اضطراب شديد بين الحرس، وسألوا وين سبق اختفى بطرس؟ أي سب بطرس؟ الساغب بطرس؟ إش غيح نقول للملك؟ إش غيح نقول؟ شون؟ بطرس اختفى؟ وهي صبغة؟ جيبوني كل الحرس حتى استجوبهم بسرعة! هيرودس بعد ما استجوب الحرس أمر بإعدامهم، وغاح من القدس القيصرية وظل هنوك كم يوم. بهذاك الوقت هيرودس كان غاضب على أهل صور وصيدة. يا جماعة نحن كنا نعرف الملك هيرودس غاضب علينا. ايه نعم، ولهذا السبب لازم نخشى حل نحاول نرضي بيني والملك. يا جماعة انا اعرف بلاستوس حاجب الملك، فاذا غحنا وحكينا معانو غيح يكون بجانبنا، وخصوصا مثل ما تعرفون بلادنا كلها تعتمد برزقها على مملكة هيرودس. مولاي الملك هيرودس العظيم،
جاء وفد من أهل سورة وسيدة يطلبون السلام ويطلبون رضاك عنهم. يا بلاستوس حدد لهم يوم حتى أطلع وأخطب بيهم. باليوم اللي تحدد لبس هيرودس حواس الملكية وقعد على العرش يخطب بيهم. الناس من سمعونه يخطب قاموا يقولون فضغب الملاك هيرودس بمكانه. أمبور قبل تمجيد الناس إلو كإله فأكلوا الدود ومات. كان الإنجيل ينتشر بكل مكان. بطرس كان يسافر ويتنقل يحكي للناس ويبشغهم بالأخبار المفرحة عن مسيح الله. يعقوب أخو عيسى صار هو الشيخ والمسؤول على المؤمنين الموجودين بالقدس، وكان يوجه الناس دائما ويشجعهم على احتمال التجارب والمحن اللي يتعرضوا له، وكان يحثهم على التحلي بالفضائل العملية النابعة من الإيمان. يا أخوتي اعتبروا نفسكم سعداء من تحل بيكم المحن. أمبار أنتم تعرفون امتحان إيمانكم ينمي بيكم الصبر والثبات، ولازم تصبرون للنهاية حتى تكونون كاملين وما ناقصكم أي شيء. أشنو ثواب الصبر على المحنة؟ وممكن نقول الله يجغب الإنسان؟ يفلح الرجال اللي يصبر ويثبت على المحنة. أمبار غيح ينال الأجر اللي وعد بينه الله سبحانه وتعالى الناس اللي يحبونه. ولا تلوم الله إذا تعرضت الإغراء، أمبر الله ما يغري واحد، لكن الإنسان يقع بسبب شهواته اللي تغرينه. ولازم الإنسان يسمع الآخرين بصبر ويتأنى بالكلام وما يغضب بساع. أمبر الغضب ما ينفع وما يرضي الله، لكن أوصيكم أن تعملون بشريعة مملكة الله واللي تقول حب الآخرين مثل ما تحب نفسك. منو هيم الحكماء بيناتنا؟ إذا كان واحد حاسب نفسه حكيم فلازم يبرهن هذا الشيء بحياته الصالحة المتواضعة. أما إذا كان بقلبه غيرة وأنانية فلا يفتخر أنه حكيم. انظر هاي حكمة بشرية ما نيزلي من الله، لكن هي دنيوية شيطانية. أما الحكمة اللي تنبع من روح الله فهي طاهرة قبل كل شيء، ومسالمة ولطيفة ووديعة ومنتلي بالرحمة والعمل الصالح وما بها تحيز ولا نفاق. أشون أطيق أتقرب من الله وأتخلص من إبليس؟ اخضعوا لله قاوموا إبليس فينهزم منكم، اتقربوا لله فيتقرب منكم، اتواضعوا قدام الله فيرفعكم. ليش تبكين؟ أنا عادة أحس أكو ضيق بحياتي فش أطيق أعمل حتى أرتاح. إذا كان واحدكم بضيق فلازم يصلي ويدعي، وإذا كان فرحان فلازم يسبح لله، وإذا كان واحد مريض فلازم يبعث على شيوخ المؤمنين حتى يدهنونه بالزيت باسم المسيح ويدعوله بالشفاء. انظر الدعاء اللي تقدمه بإيمان يطيب المريض، ودعوا من أجل بعضكم البعض حتى تشفون. إلى لقاء آخر مع الحواريون.